أن القلب يزني، القلب يزني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالقلب يهوى ويتمنى. إذا كان القلب يهوى في الحرام فهو زنا القلب. بمعنى لو أن قلبك أحب الممثلة الفلانية ولا عمرك هتطلها، لكن بتحبها، بتحبها حب عفيف يا أخي، حب عذري، ده اللي بيتكلموا عنه. ها؟ هذا الحب الزنا. الطالب الذي يحب زميلته في الكلية، لا لمسها ولا كلمها ولا كلمها في التليفون ولا بعت لها رسالة ولا بيبصلها، بيحبها وخلاص لأنها منتقبة، زنا زنا. هذا زنا القلب. الناس اللي بيتكلموا عن الحب وهم مش دارينين بحاجة، يقول ده حب عفيف يا أخي، ده حب، حب طاهر زي أختي. زنا، هذا زنا القلب. مش انا اللي بقول كده، ده سيدك النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. واتفكر ان ده حد يصوره لك ان ده تعقيد وان ده تحكم، بالعكس ده حماية وحراسة لكي تفرغ طاقة الحب في الحلال، زوجتك حلالك. لكن لما تقطعت حب، انا قلت لكم القصة دي، ان كنت في لقاء مع خريجي كلية الهندسة، فبقول لي الولد في سنة خمسة هندسة في سنة التخرج، انت على مدار 5 سنين في كلية الهندسة حبيت كم واحدة؟ قال لي كتير. كتير كم كده يعني؟ 5 10؟ قال لا لا اكتر، يعني 20 30؟ قال لا لا اكتر اكتر، يعني حبيت لك 100 واحدة في ال5 سنين. هذا دليل على انه جاهل، لا يعرف حب ولا ما حبش، هو كل ما يشوف واحدة تعجبه يحبها. هذا كلام فارغ، هذا هو التهريج الذي تعيش فيه الأمة هذه الأيام، هذا هو الزنا الصريح، شهوة. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. وأنا برضو أعيد الاسم على الآباء والأمهات، لو أن الأب جلس مع ابنه وحضنه، ويا ابني انت رايح الكلية والبنات كتير، يا ابني ما فيش حاجة اسمها حب النهاردة ولا انك تبص على واحدة، لا لا لا، صن نفسك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فانت دلوقتي لو غلطت لازم تبتلى بواحدة غلطانة زيك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.